بقت منتشرة بشكل غير طبيعي، احنا مش عارفين هي بتنتقل ازاي. بص في ناس كتير واخدة كل احتياطاتها برغم من كده بتصاب. فاحنا بنقول ربنا يسلم وينجينا من الوباء اللي احنا فيه ويرفع عننا الوباء والوطن ويعافينا يا رب. فطبعا توجه الوزارة ان احنا نعمل التدريب اونلاين، يعني من هنا ورايح كل التدريبات كل الاجتماعات اللي جاية هتكون اونلاين. طبعا كان المفروض ان احنا نعمل التدريب ده الخمس ايام اونلاين. طيب هعمل اونلاين وانا الناس معلش لسه ما بداتش التجربه معايا، ما تعرفش يعني ايه الاونلاين، بيتم ازاي الاونلاين، طب هنشتغل فيه ازاي، هنبدا منين، طب انت هتكون في مدرستك ولا في بيتك ولا هنا في المصادر ولا في قاعه التدريب، طب هتشتغل في اي برنامج، برامج الاجتماعات الفيديو كونفرنس او البث المباشر كتيره، مايكروسوفت اوفيس منزله اللي احنا هنشتغل، البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو مايكروسوفت تيمز ده هنشتغل بيه المره دي. طب هو في تيمز بس؟ لا، ده في تيمز وفي زوم وفي جوجل ميت وفي سكايب، في كتير، في برامج كتيره جدا. فاحنا كل مره ان شاء الله هنحاول قدر الامكان نبتدي نعرفكم على حاجه جديده وعلى وسيله جديده من وسائل التواصل اللي هنشتغل عليها. طيب احنا المره دي كل شغلنا هيكون على تيمز، مايكروسوفت تيمز هو تبع مجموعه مايكروسوفت. طيب البرنامج ده هيشتغل ازاي؟ انتوا هتشتغلوا عليه ازاي؟ ده هنعرفه ان شاء الله باذن واحد احد النهارده. المفروض ان كل واحد في حضراتكم عنده ايميل، الايميل الواحد كان قبل كده فيه ايميل اللي هو 365، تمام؟ الوزاره لقيت ان الايميل فيه صعوبه شويه في التفعيل، وخصوصا لما ناس ما بتفتحوش فتره فالباسورد بتاعهم يتغير، فبتبتدي لازم تتصل بالدعم والدعم يرد عليك، فكان موال في الاجراءات وكان صعب. فراحت استبدلته الوزاره بالايميل الموحد للمعلم وللطالب. يعني احنا لينا ايميل موحد زينا زي الطلبه. الايميل الموحد تبع مايكروسوفت اوفيس. الايميل الموحد عليه امكانيات كتيره ومهمه بالنسبه لكم كقاده. حضراتكم معلش ما ينفعش ان انا يكون النهارده احنا بنتكلم في التحول الرقمي وبنتكلم في حاجات اونلاين والدراسه اونلاين والتعلم عن بعد واحنا ما نعرفش ايه هو الايميل الموحد الخاص بيه. انت لو مالكش ايميل موحد ومالكش ايميل على 365 عشان انزل نسخه اوفيس اصليه بدفع فيها فلوس. طيب الوزاره وفرت لك ده، وفرت لك كل برامج الاوفيس. طيب ايه كمان؟ ان انت ممكن ترفع شغلك كله على حاجه اسمها استحاله على الهوا كده من غير ما تكون عندي، انا عندي جهاز الكمبيوتر بتاعي انا هبص عليه، حصل مشكله والكمبيوتر لا قدر الله الهارد اتحرق، لا قدر الله حد دخل وفتح الكمبيوتر بتاعي وخد الفايلات بتاعتي مسحها لعب فيها، طب انا محتفظه النسخه عندي على استحاله، هقدر من اي مكان ومن اي جهاز اقدر ان انا استلم الملفات بتاعتي. فدي امكانيات اتاحتها لي مايكروسوفت اوفيس بسهوله وشكل مادي. من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها النهارده ازاي تفعل ايميلك الموحد. انت عندك ايميل موحد، ازاي تفعله؟ عارفين الايميل الموحد بتاعك ولا لا؟ تعرفوا تبحثوا عنه؟ طيب تعرفوا جوجل؟ كلنا بنسمع جوجل ده، عم جوجل ده اشطر واحد في الدنيا. فانت لو كتبت على جوجل بس كلمه الايميل الموحد هيطلع لك كذا رابط، هتاخد الرابط الاول هتدوس عليه هيقول لك ايميل موحد طالب ولا معلم؟ قول له لا انا معلم. اضغط عليه هيقول لي بمنتهى البساطه والسهوله انت مش ليه كود معلم؟ عارفين كود المعلم بتاعك؟ تمام؟ هتكتب كود المعلم، مش كل واحد ليه رقم قومي. اكتب الرقم القومي. حلو. فعلت الايميل الموحد بتاعك، هتطلع لك باسورد، والايميل الموحد بتاعك هو عباره عن الكود مع الرابط بتاع الايميل. بمعنى ان انت لما تدخل بعد كده في اي اجتماع معروف ان اللي داخل ده من مخصص الايميل، لانه داخل بالايميل الموحد. عشان كده بقول لحضراتكم ان الاجتماع بتاع الاسبوع ده لازم حضور للمدير مش لاي حد ينوب عنه، لان هيتم اخذ حضور وانصراف للساده المديرين.
عن الاونلاين. عن الاونلاين ده يديني ازاي؟ اول ما بسجل الحضور في الاجتماع فبيظهر عندي في القايمه ان دخل مثلا سي الاستاذ فتحي دخل الساعه 10 وسجل خروج الساعه 10:07. شكرا. انا بعمل الاجتماع وببعت الرابط وبحطه على الجروب بتاع التدريب الخاص بينا في المديريه ومعانا الدكتور رضا حجازي، وعملنا في احد الادارات ودخل على الرابط ودخل على الاجتماع وبدا يتكلم مع المديرين. فخلي بالك انا مش بقول كده على اساس نظام تقويف، لا حاشا حاشا لا، انا بس بقول لك وبوصف لك وبقول لك الصوره شكلها ازاي. بصي في المرايه، طب بصي في المرايه، الرجاله اكتر من الستات بتبص في المرايه، بصي في المرايه صحيح؟ طب هنا اديكي صح يا استاذ سامي، ليه بنبص في المرايه؟ عامه ليه بنبص في المرايه؟ طب ما ممكن اقول لك انا شكلي كويس ولا لا؟ ينفع؟ ينفع؟ طيب نفسي بنفسي انا بشوف بعيني انا صورتي شكلها ازاي في المرايه، فالمرايه بتعكس لي صورتي، فبالتالي بشوف انا شكلي في حاجه صح، في حاجه مغبطه، حاجه عايزه تتعدل، فهو ده التقييم. انا في التقييم بقيم ادائي بنفسي عشان اعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي. نقاط قوتي انا بحافظ عليها وادعمها، طب ما هي قوه، ما القوه لو سبتها هتضعف منك. زي عندي فريق عمل قوي اسيبه؟ لا، ده انا اتابعه وادعمه واحفزه عشان يفضل كده ويزيد كمان. انما لو انا اهملته وهو مش شغال، ما هو زي الفل، طب ما هيحس بالاحباط وبالتالي هيتراجع، اصبحت نقطه القوه عندي اصبحت ايه؟ ضعف. تمام.